بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما من هم؟ الذاكرين الله كثيرا والذكرات او كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذكرات؟ وما هو ثواب الذاكرين الله كثيرا والذكرات؟ هقول ساقول لحضراتكم اربعه اذكار اربعه اذكار لو انك لو انك قلتها تكتب عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذكرات. ما هي منزله الذاكرين الله كثيرا والذكرات؟ اللي كتب من الذاكرين الله كثيرا والذكرات باذن الله يصل الى منازل الشهداء وربما اعلى من منازل الشهداء وهقول لكم ادله كثيره من السنه. يعني باذن الله ومشكله وبس تكون من السابقين الى الجنه. هقول لحضرتكم ادله كثيره. ادله كثيره من السنه عشان تعرفوا قيمه كان الله كثيرا طبعاً أنت تعرفوا قيمه الاربع اذكار اللي انا هقولهم لحضراتكم دلوقتي والكثير جدا من الناس مقصر في هذه الاذكار او لا يعلم يعني قيمه هذه الاذكار. الدليل الاول على منزله الذاكرين الله كثيرا والذكرات. قال عليه الصلاه والسلام سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من هم المفردون؟ قال الذاكرين هل أه قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. او الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لو احنا إيه لكن انا حويا تبقى ذاكرونا. الذاكرين الله كثيرا وذكرات يعني ايه سبق؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الواقعه. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعته كاذبة خافضة رافعة فإذا رجت الأرض رجا ووسط الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمانة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم السابقون أهل الفردوس الأعلى أسياد الناس يوم القيامة يبقى إذا الرسول صلى لك إيه؟ إن المفردون أو الذاكرين الله أو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هيبقوا من السابقين إلى الجنة هيبقوا في أعلى درجات الجنة وهيسبقوا الناس هيسبقوا أكثر الناس يوم القيامة. ده الدليل الأول. يبقى أنت يبقى اللي, اللي, هيك اللي هيكون من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات هيبقى من السابقين إلى الجنة. الدليل الثاني. إنها تتصل بيك إلى منازل الشهداء أو أكثر من منازل الشهداء وبالتالي برضه تكون من السابقين. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: افلا ادلكم على خير اعمالكم وارفعها في درج في درجاتكم واسكاها عند ملككم وخير لكم من انفاق الورق والذهب وخير لكم من ان تلقوا اعداءكم غدا فأضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم قلنا بلى رسول الله قال ذكر الله خلي بالكم افلا ادلكم على خير اعمالكم واسكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم يبقى خير اعمال على الاطلاق وخير لكم من انفاق الورق والذهب يعني خير لكم من انفاق الفضه الفضه, الفضة, الفضة والذهب ده في ذكر من هقوله دلوقتي الواحده منه افضل من ان تنفق جبل ذهب في سبيل الله وافضل من عند الله سبحانه انفاق الورق والذهب وافضل من ان تلقوا اعدائكم غدا خلي بالكم يبقى الجهاد في سبيل الله يبقى يبقى يبقى, يبقى افضل من الجهاد في سبيل الله فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقكم يبقى خير من الجهاد في سبيل الله وخير كمان من الشهاده بنص الحديث اهو مش انا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول ده دليل ثالث استشهد رجل في سبيل الله وكان له صديق او صاحب من الصحابه عاش بعده سنه وبعدين مات مات على فراشه فاحد الصحابه ربما يكون طلحه بن عبيد الله او انصاري اسمه طلحه راى في المنام الاسنان, الاسنان كان كان الاثنان واقف واقفين او واقفين على باب الجنه فدخل الذي مات على فراشه قبل ان يدخل الجنه قبل ان يدخل الشهيد الجنه فتعجب وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت في المنام كذا وكذا ورايت الرجل الذي مات على فراشه سبق الشهيد فقال له وقال له لما تعجبون من ذلك؟ الم يعش بعده عاما كاملا؟ قالوا نعم الم يصلي كذا وكذا من الصلوات؟ قالوا نعم الم يصوم رمضان؟ قالوا نعم الم يعمل من العمل الصالح كذا؟ قالوا قال والذي نفسي بيدي ان بينهما كما بين السماء والارض. خلي بالكم ده شهيد واحد مات شهيد. الثاني عاش بعد منه سنه وده يوريكم قيمه العمل الصالح. لذلك عاش عشان قال في الحديث افلا ادلكم على خياركم؟ قلنا بلى رسول الله قال أطولكم اعمارا واحسنكم اعمالا. بس ده مش معناه القطع بين اللي بيعيش كده اكتر من واحد لازم هيكون درجته اعلى لا مش مش بالضروره. ممكن انسان يعيش 60 سنه ويعمل من الاعمال تكون كلها، لها اثر عظيم واحد تاني يعيش 80 سنه او 90 سنه ما اعماله و... لكن احنا بنقول على على كثير من احوال الناس على على اغلب احوال الناس ودول صحابه والاثنين اعمالهم كويسه جدا واحد منهم مات شهيد لكن الثاني عاش سنه كامله فشوفوا.. فواصل ب... باعماله لمنزل اعلى من الشهيد سبقه ودخل الجنه قبل منه ورصاصهم قال بينهم من بعض زي ما بين السماء والارض خلي بالكم دليل ثالث دليل ثالث اه اه احنا قلنا احنا قلنا اه اه, 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 اه اه, صحابي الصحابة الفقراء اشتكوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون معك ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون ولا نحج ويجاهدون معك في سبيل الله ولا نجاهد قال لهم اقول لكم عمل بسيط لو انتم عملتوه تدركوا تدركوا من سبقكم وتسبقون من سياتي بعدكم الى يوم القيامه. وده اوريكم منزله الصحابه. قال لهم قولوا بعد دبر كل صلاه سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره والله اكبر 33 مره وان يقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انكم ان فعلتم ذلك ادركتم من سبقكم وسبقت وسبقتم من من ياتي بعدكم. يبقى مجرد التسبيحات دي هتسوي الصدقات وهتساوي الجهاد في سبيل الله اللي بيعمله الاغنياء. فلما الاغنياء سمعوا شوف بقى التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قالوا يا رسول الله سمعوا بما نعمل وفعلوا مثل ما نفعل بيسبحوا زينا. فقال لهم ايه؟ قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم مش هقدر اعمل لكم حاجه. اعمل لهم ما ربنا. ده يوريك اهميه الذكر. يوريك الثواب العظيم للذكر. ف فده ده, ده يوريك ده يوريك الثواب العظيم دي ده ده بعض الادله مش كل الادله. فالذكر الاول اللي انت باذن الله تكتب بيه سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا و100 مره مساء. كل ز... الثلاث اذكار دول كل واحد كل واحد منهم كفيل أنه أنه ان ان يجعلك افضل اهل الارض عملا كل يوم لوحده كل واحد منهم لوحده فتصور لو انت قلت الثلاث اذكار دول ومعاهم ذكر رابع كمان مش واحد بس يبقى مدى الثواب ومدى المنزل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تعدل وتفوق جبل ذهب في سبيل الله هقول لكم الدليل من السنه اولا قال عليه الصلاه والسلام افضل الذكر سبحان الله وبحمده وهقول لكم الدليل ان كل واحده من الاذكار دي تخليك أفضل أهل العمر أهل, أهل الأرض عملا في هذا اليوم. ولو ولو قلت كل ذكر منهم شهر كامل وواحد تاني ما قالوش وحج وعتمر وصام النهار وقام الليل وجاهد في سبيل الله أنت تسبقه. بلا مبالغة. سبحان الله وبحمده الذكر الأول 100 مرة صباحا و مرة مساء قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة افضل لا ياتي احد من يوم القيامه بافضل مما جاء به الا ان يقول مثل ما قال او يزيد عليه او يزيد عليه لم ياتي احد من يوم القيامه بافضل مما جاء به إلا, الا ان يقول مثل ما قال او يزيد عليه يعني سبحان الله وبحمده 100 مره الصبح 100 مره بالليل ولو, تنت... ولو انت لو انت طعمتها بعدد بعدد بعض... بعض... خلقي ورضا نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي يبقى صعب عظيم جدا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على ستنا ام سلمه وكانت جالسه بعد صلاة الصبح ممسكة ممسكة بحصوات فقال لها ماذا تفعلين؟ قال لها قالت له اذكر الله يا رسول الله فتركها وانصرف ثم رجع اليها بعد ساعة وقال لها اما سلت على الحال الذي تركتك عليه منذ انصرفت؟ قلت بلى يا رسول الله قال لقد قلت لقد قلت, قلت بضع كلمات تعدل وترجح ما قلتيه في هذه الساعة ماذا قلت يا رسول الله؟ قال لها قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماتي. الجملة دي أفضل من الذكر اللي قالته أم ساعة كاملة فأنت لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة وطعمت ال 20 30 مرة الأخيرة بعدد خلقه ورضا نفسه أو زينا من أو أو, أو 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 ربنا أداك القوة وقلت ال 100 مرة عدد خلقه ورضا نفسه يكون أفضل. المهم إن أنت تقولها تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وتطعمها. ده سبحان الله وبحمده الواحدة منها بس أفضل من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله، هقول لكم الدليل من السنة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، الحديث الحديث الإمام الألباني. من هاله له الليل أن يكابده. وبخل من المال ان ينفقه وجبن عن العدو ان يقاتله، خلي بالكم يعني واحد مش قادر يقيم الليل مش قادر يتصدق مع انه عنده مال بس عنده بخل ومش عنده جبن مش قادر يقاتل في سبيل الله يعني بيكسر عن قيام الليل و وب... ومش قادر يجاهد في سبيل الله مش لضعف او لو... او لعاهه لا ده 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 ما عندوش الجرأه والشجاعه وبيكسل عن قيام الليل ومش قادر وعنده بخل مش عارف ينفق مش عايز مش قادر ينفق فليكسر من سبحان الله وبحمده دي تعوضه فانها افضل عند الله سبحانه وتعالى من انفاق الورق الورق والذهب وافوا احب عند الله من انفاق جبل ذهب في سبيل الله خلي بالكوا احب عند الله من انفاق جبل ذهب في سبيل الله كما قلت سبحان الله وبحمده 100 مره الصبح 100 مره بالليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في الحديث كانك انفقت 200 جبل ذهب في سبيل الله ودليل تاني من السنه سيدنا, سيدنا سليمان عليه السلام كان كان مر معدي طاير بالبساط طاير طاير وسيدنا سليمان الريح كانت بتحمله من بيت المقدس كان الاقصى لما المشارق الارض ومغاربها ويرجع في نفس اليوم فهو طاير شافه شافه مزارع فقال سبحان الله لقد اعطى الله سبحانه وتعالى ال داود ملكا عظيما بس سبح ربنا قال سبحان الله فسمع سيدنا سليمان فنزل له مخصوص قال له انت قلت ايه؟ قال له والله قلت كذا كذا قلت لقد اتى يعني ان ربنا سبحانه وتعالى اداكم ملك عظيم قال له قال له تسبيحه واحده يوم في الجنه افضل من الملك كله يوم القيامه تسبيحه واحده بس تقولها واشوف انت سبحان الله وبحمده عشان تعرفوا اللي ما بيقولش بيخسر قد ايه في الثواب خساره فادحه جدا سابق عليها دمنا يوم القيامه اقسم بالله العظيم يعني الثلاث اذكار اللي بقول لكم دول او الاربع اذكار اللي بقول دول اللي يعرفهم يكسر فيهم سيقص سيندم واشد الندم يوم القيامه لان الرسول صلى في الحديث ما من قوم وما من قوم يجلسون في مجلس او يسيرون في طريق ساعه لا يذكرون الله فيها تعالى ولا يصلون فيها على نبيهم الا وكان عليهم حسره وطره يوم القيامه وان كانوا من اهل الجنه يعني هتتحصل على كل ساعه ما ذكرتش فيها ربنا سبحانه وتعالى وطرة يعني العلماء قالوا طره اي ثأرا كان حقا على الله سبحانه وتعالى ان يثأر منه الا ان يعفو عنه مشكله وبس ده في روايه ثانيه سبحان الله وبحمده اللي بيقولها 100 مره صباحا سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا ومساء تغفر ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر تغفر ذنوبك ولا كانت مثل زبد البحر يعني سواء صغائر وكبائر المشكلة مشكله وبس ده بكل واحده منها بتغرز لك شجره عظيمه في الجنه سقانها من سقانها من الذهب وزروحها من الزبرجة واليقوت والمرجان واوراقها اكبر واعرض من اذان الفيله. شوف بقى بواحده منها بس ده شوف انت لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي درازك كم شهر شجره في الجنه. ده 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 الذكر الاول سبحان الله وبحمده. لذلك صلى الله قال حديث والحديث الصحاح الحاكم في المستدرك. من قال سبحان الله وبحمده كتب الله له 100000 حسنه و وعشرون الف حسنه. او كتب له مئة الف حسنه و وعشرون الف حسنه. الصحابي اتعجب، قال له يا الله وكيف نهلك اذا إيه؟ ازاي الواحد بكلمه بسيطه فقال في 1000 جزء من الثانيه ياخذ وعشرون الف حسنه وبعدين حد يخش النار. قال له ان الله تعالى سياتي إن إن إن, ان 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 المؤمن سياتي يوم القيامه بامثال الجبال من حسنات. ثم تقوم ثم تقوم النعمه الواحده توشك ان تأكل تاكل كل هذا او تاخذ كل هذا الا ان يتلمذ الله برحمته. طب اللي مش هيجي معاه حاجه بقى هيوفي حي... نعم ربنا ازاي؟ شوف سبحان الله وبحمده شوف سبحان الله وبحمده الذكر الثاني لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه بمعنى ان تسبيحه لو أنت قلت قلتها مره واحده بس ربنا يحط لك كنز في الجنه يدخل لك كنز في الجنه افضل من كل الارضيه كلها بلا مبالغه يعني لا حول ولا قوه الا بالله لو قلتها خالصه من قبل ربنا تقبلها منك تزيد في مراسك يمكن قد الكره الارضيه كلها في المساحه او في الاموال لانها كنز من كنوز الجنه مش كنز من كنوز الدنيا انتوا عارفين كنز في الجنه هات هات الكره الارضيه كلها حطها في كفه وحط كنز في الجنه في كفه ده مش كده وبس ده افضل من كده بكتير حاول قوه الا بالله شفاء من 99 ده ايسرها الهم لذلك علاج للاكتئاب يمكن الانسان عنده اكتئاب يقسم لا حول ولا فيها نفي للفقر اللي بيقولها 100 مره لا من قال لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره يوم يوما يوميا لم تصبه فاقه ابدا وبسط الرزق بسط الرزق عارفين يعني بسط الرزق؟ سيدنا مالك ابن ابن عفو الاشجاعي والحديث في, في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب من حيث لم يحتسب. آه ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اصابتني فاقه واسر المشركون ولدي. فقال له ايه؟ قال له اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله انت وزوجتك. فرجع وقال لزوجته فقعدوا لا حول ولا قوه الا بالله حتى الصباح. فاذا بالابن المقصور الذين كان يطرق يطرق الباب فدخل عليهم وقالوا له يا ولدي كيف نجوت؟ كيف نجوت من المشركين؟ قال يا ربي لا اعلم. ولكن كنت مكبلا بالاغلال فاذا بالاغلال تنفك عني رويدا رويدا فخرجت فوجدت غفله من المشركين وكان معهم ابل فاستقطت الابل وكاني ابي وانا امشي وكاني وكان الملائكه تحملني على اجنحتها حتى وصلت اليكم. رجع معاه في روايه 100 ناقه او او حوالي 1000 راس غنم ونجا من شوفوا قطب الله شوف لا حول ولا بالله لا حول بالله باب من ابواب الجنه. لا حول ولا تدفع سبعين بابا من البلاء عيسرها الفقر ذلك اللي ملوش ورد عظيم اللي حاولوا كتبها كل يوم سند ما شد الندم من قيمه وابكي عليها دما حول ولا قوه الا برضه لو انت قلتها يبقى عارفين بقى سبحان الله وبحمده لو واحد قالها شهر كامل واحد تاني ما قالهاش وحج واعتمر وصام وقام الليل وصام النهار اللي قال سبحان الله وبحمده يسبقه كذلك لا حول ولا قوه بالله كذلك لا حول ولا قوه الا انها باب من ابواب الجنه ابواب الجنه ثمانيه في باب اسمه باب الصلاه في باب اسمه الريان في باب اسمه باب الحج بيخش منه الحجاج الذين يكثرون من الحج والعمره في باب اسمه الوالد يدخل منه الذين يبرون اباءهم وامهاتهم ويسون ارحامهم في باب اسمه الصدقه يدخل منه المتصدقون الذين يعني يكثرون من الصدقات في باب اسمه الحول قوه الا بالله يدخل منه الذاكرون الله كثيرا والذاكرات شوفوا قيمه الحول قوه الا بالله اذا قيمه الحول قوه الا بالله بتعدل بتعدل شرائع الاسلام يبقى باب في الجنة عايز يكثر من كده ثم أحاول قوة الله كما جاء في الحديث الصحيح الذكر الثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقال مئة تقال مئة مرة لا إله إلا الله وحده شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا قيلت مئة مرة يكتب لك مش هقول لك مئة ولد من بني إسماعيل عتق مئة ولد لا عتق ألف ولد من بني إسماعيل هقول لكم الدليل الحديث حسنه حسنه أبو داود في حديث تاني صححه الإمام المندري إنها تعدل عتق رقبة الإنسان لو قال ما قالها 100 مرة في اليوم ده أقل حاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قال قبل من قال بعد صلاة الصبح هو جالس قبل أن هو ثاني رجله قبل أن يقوم لا حول ولا قوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان وحرزا من كل سوء وكتب الله له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات ولا يحل لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك وجاء ان اللي بيقولها 100 مره من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قديم 100 مره كانت كانت كعتق كان له كما كان اعتق وأربعين ولدا من بني اسماعيل دي في روايه لكن في روايه ثانيه صححها الامام المدري انها بتعدل عتق نسمه. طب ليه انا بقول لكم انها بتعدل عتق عشر رقاب مش 10 عشر... يعني. لان كان في روايه ان اللي بيقولها كان كمان اعتق رقبه او كان كمان اعتق عشر رقاب اذا اذا لم اذا لم يشك يعني ما شكش في الثواب. طب ليه انا بقول لكم انها تعدل 10 رقاب للي, للي بيحتسب الاجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى. لان في حديث الحديثين صححهم يعني بعض بعض العلماء صححهم بعض العلماء حسنهم اللي, بيقول سبحان الله 100 مره والحمد لله 100 مره والله اكبر 100 مره ولا اله الا الله 100 مره صباحا ومساء كان كمان حد حج 100 حجه, حجة وغزا 100 غزوه في سبيل الله واعتق 100 ولد من بني اسماعيل وكمان تصدق ب 100 جمل او 100 بدن أو يرفع لها ولا يرفع له ولا على ولا يرفع لاحد على وجه الارض عمل افضل منه الا وقال زيه. طب ده اللي بيقول لا اله الا الله كما جاء في الحديث في الحديث انه كان اعتق 100 ولد من بني اسماعيل طب انت بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يبقى ازاي تبقى زي لا اله الا الله وحدها ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وهي افضل ذكر يقام في يوم عرفه في في افضل يوم في السنه اللي هو يوم عرفه يبقى اذا وقال عليه الصلاه والسلام اللي بيقول هذا الذكر لا اله الا الله لن ياتي احد يوم القيامه كانت له قاعده كمان اعتق وقعت ولد بني اسماعيل وكانت له حرزه من الشيطان و يبقى مش هيمسك سوء حرزه من الشيطان ولن ياتي احد لم ياتي احد, يأتي أحد, يأتي أحد يوم القيامه بعمل افضل مما جاء به الا ان يقول مثل ما قال او افضل مما قال. حتى حتى لو حج صام وحج واعتمر وجاهد في حتى لو حج وصام واعتمر وجاهد في سبيل الله. يبقى كل واحد من الثلاث اذكار دول يخليك افضل اهل الارض عملا ومفيش حد يحصلك الا وقال زيه زيك. الذكر الرابع بقى ده افضل من ذكرك الله اربعه الليله مع النهار والليل والنهار مع الليل. ان انت تقول عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله وانا في المسجد احرك شفتيه فقال لي ما تعمل يا ابا امامه؟ قلت اذكر الله يا رسول الله. قال افعلمك ذكرا افضل عند الله سبحانه وتعالى من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل قلت بلى يا رسول الله قال ان تقول سبحان الله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء وما في الارض سبحان الله ملء ما في السماء وما في الارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء ثم تقول الحمد لله مثل ذلك ثم تقول الله اكبر مثل ذلك ثم تقول لا اله الا الله مثل ذلك وفي روايه ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك الذكر ده بيساوي ذكر 24 ساعة كاملة. طب بالله عليك يعني في الميزان يبقى قد إيه؟ وإحنا لسه قايلين اثواب الأذكار التانية. يبقى ده بيساوي في الميزان ذكر 24 ساعة كاملة. يبقى أنت لو قلت الأربع أذكار دول هحاول أكتب لكم الذكر الرابع ده في الوصف. سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح 100 مرة بالليل لا حول ولا قوة إلا بالله تقال على الأقل جدا 100 مرة 100 مرة وكلما أكثرت إن شاء الله حتى 1000 مرة في اليوم يكون أفضل كثيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير تقال 100 مره 100 مره بعد تقول الذكر اللي بقوله لحضراتكم ده لانه افضل من ذكرك الله الليل مع النهار ونهار الاربع اذكار دول باذن الله يجعلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وتكون من السابقين وباذن الله تنال منازل الشهداء وباذن الله تنال منازل منازل الشهداء ولا يسبقك احد يوم الجنه يوم القيامه الا لو قال مثلك او افضل او اكثر منك ف... لذلك اللي بياثر في الاذكار دي اقسم بالله العظيم قسما احاسب عليه يوم القيامه انه سيندم اشد الندم يوم القيامه. على الصواب العظيم اللي ضيعه على المنازل العظيمه اللي في الجنه. فهحاول اكتب لكم الكلام ده في الوصف في الوصف بتاع الفيديو انشروا هذا الكلام وسخوا هذا الكلام وانشرونا شهادة العلم في صواب عظيم لعله علما علم علم في الله اجر معامل في بيوم القيامه لا مجرمين ذاك من تفعيل الجرس والاشتراك في القناه يصلكم كل جديد وتساعدوني على نشر السنه والتوضيح كل قول هذا استغفر الله لي